بالصفحة الثالثة من المحاضرة التاسعة عندنا الـ Finite Difference Method، نستخدمها للـ Partial Differential Equations. خلينا ناخذ بعدين، بعد ويا الـ X وبعد ويا الـ Y، ونشوف شلون نستخدم الـ Finite Difference Method حساب الـ Partial Differential. بالبداية الـ Discretization راح تكون Delta X اللي هو h باتجاه ال x axis، والدلتا y اللي هو ايضا يكتبوها k باتجاه ال y axis. والفرضية الثانية انه ال h تساوي k. ال finite difference مثل ما اتفقنا انه التقسيمات متساوية الابعاد. فنشوفها بالصورة انه بهاي الجهة الـ X axis الـ discretization او التقسيمات راح تكون H H H متساوية ايضا ويا K اتجاه الـ Y direction. نفرض الـ I الـ index I للـ series بالـ X axis، والـ index J للـ series بالـ Y axis. من نريد مشتقة أي متغير باتجاه الأكس، راح نستخدم central law، هذا القانون نستخدمه ويا الأكس، بعبارة أخرى يعني ويا الآي. إذا تشوفون هنا الآي بلس واحد وهنا آي ماينس واحد. إذا أريد نمثله على هذا الرسم، عندنا النقطة I J اللي هي بالوسط، تتقدم باتجاه ال positive X I بلس واحد، I بلس اثنين، J تبقى ثابت. تتأخر backward باتجاه ال negative X I ماينس اثنين، I ماينس واحد، J تبقى ثابت. واللي ينطبق على هذا ينطبق ايضا على ال y direction. نخلي هنا المشتقة للسنترال، تناخذ هذا المربع وهذا المربع ونقسمه على 2 h، هذا ال h بلس هذا ال h. نحن نحفظ هذا القانون مثل ما حفظنا هذا القانون هنا، بس يعني للسهولة مثلنا على الرسم، ما يحتاج الرسم أي، مجرد قانون تكتبه. هاي ويا الـ X axis نفس الكلام راح ينطبق ويا الـ Y axis، يعني نريد مشتقة الـ U أي متغير ويا الـ Y، راح يكون J بلس 1 J ماينس 1 2 K. حتى لو حطيت هنا أنا H، هي H و K متساويات فمو فرق. هذه المشتقة الأولى. أما المشتقة الثانية قانونها نفس الأوردينري تقريبا، يعني هو نفس هذا نستخدمه الـ one direction، فهذا نستخدم الـ second derivative، هذا نستخدمه الـ first derivative، بس دائما نحن ناخذ الـ central لأن هو better accuracy. الـ second derivative نجيب قانونه نفسه نطبقه هنا. إذا كان ويا الـ X axis فتعاملنا يكون ويا الـ I، إذا كان المشتقة ويا الـ Y axis فتعاملنا يكون ويا الـ J. أما القانون نفسه ينطبق هنا، وبالمقام تشوفون الـ increment تربيع سواء كانت H أو K. فهاي الثيوري، الفكرة إنه من نريد الـ partial differential equation نعامل كل اتجاه separated، عاملة بشكل منفصل تحت عنوان finite difference method. أما إذا غير method شوي يختلف الكلام. فصار عندنا هسه المشتقة الأولى والمشتقة الثانية معرفات numerically عدديا بهذا الكلام اللي تحدثنا عنه.
بهذا أنا أقدر أحل هسه الـ partial differential equation. مثلا إذا إجاني الـ يعني المشتقة الثانية هاي والمشتقة هاي الثانية ويا الـ y ومجموعهم، هنا بالرياضيات هذا نسميه النبلة تربيع. النبلة تربيع يطوه غير تسمية لابلاس أوبريتر، لابلاس أوبريتر أور لابليشيان، لابليشيان. خلنا نتفق أنه هو لابليشيان، فهو جمع هذا ويا هذا، يعني اليو ويا الاكس مشتقة ثانية واليو ويا الواي مشتقة ثانية. فاحنا استخرجنا القانون العددي لكل حد هذا وهذا، نيجي نعوضه هنا مجموعا راح يكون هذا. فمثل ما نشوف يعني هذا القانون صعب، اذا هذا ممكن حفظه، هذا ممكن بسهولة نحفظه، هذا صعب حفظه. فلهذا راح نسوي سكيماتيك، سكيماتيك هذا السكيماتيك إذا تصوره بهيج صورة حيكون سهل الحفظ. فكأنه سالب أربعة اللي هي هنا هي دائما ويا الاي جي، دائما ويا النقطة الأصل السورس أو النود اللي بالسنتر، سالب أربعة. اللي وراها ياخذ الفكتر واحد، اللي بعده واحد، وهكذا الأعلى والأسفل. والإنكريمنت تربيع كثابت أو كوفيشنت لكل المعادلة، واليو اللي هو أصلا احنا نريده يستخرج أيضا خارج القوس. فاحنا نحفظ هذا، هذا شيء يمثل النبلة تربيع أو الابليشن. فهذا اتفاق راح يكون هذا الحفظ وهذا حفظ، هذا حفظ، هذا حفظ، هذا حفظ، لأن هي متشابهات ويا الأوردينري اللي أخذناه وتحدثنا عنه بالصفحة رقم واحد. وصار عندنا هسه قوانين العددية للبارشيال معرفة، فلهذا راح ندخل بالتمارين. التمرين الأول من يكون الابليشيان يساوي صفر، وهذا نشوفه بالكونتينيتي إيكويشن، نابير ستوكس إيكويشن، نشوف بها الـ continuity equation الـ يعني الـ space كلها صفر، مشتقة ثانية إلى صفر. نفرض الـ control volume مربع square region، الأبعاد متساوية، هذا البعد يساوي هذا البعد، وعندنا الـ boundary condition تشوفوها هنا 0 4 9 4 0 4، ذني boundary conditions يعني أرقام معرفة لهذا الـ control volume. فمعرفات عندنا راح نيجي نسويها عدديا، نسويها على شكل شبكة يسموها mesh أو grid. هاي الشبكة متساوية بالـ discretization أو بالـ increment باتجاه الـ x axis h، باتجاه الـ y axis k، كلها متساويات هي a على 4 أو b على 4، لأن الـ a والـ b متساويات ما زال هو square region. فالفكرة أنه من عندنا مثلا مقطع من الـ fluid من الـ flow، ناخذ هذا المقطع على شكل مربع متساوي الأبعاد، نقسم على شكل شبكة أيضا متساوية بالـ increment بالزيادة. نريد نوجد بعض النقاط، فلهذا نسميها partial differential equation، يعني نحل المعادلة البارشيال لبعض النقاط. فهاي الفكرة ثبتوها عندكم، البارشيال للنقاط والانتجرال للمساحة كاملة، انتجرال للمساحة كاملة البارشيال للنقاط. فاحنا ناخذ اللي الحل اللي راح نسويه، ناخذ هاي نفس المعادله نكتبها كما هي. احنا نعرف الابليشن هو شنو، هو هذا بال 2 دايمنشن
ما يخص الطريقة العددية، هو هذا كتابته، فنكتبه كما هو. هسه بدل اليو هنا فارضة فيه، احنا يعني لازم هذا ما يربكنا، تسميات الرموز تختلف بس القانون يبقى هو واحد. فالفي نخرجها خارج القوس. الفكرة شنو هو يريد؟ يقول لك هنا أنا الصفر والأربعة والتسعة والأربعة وهذا كذا، كل الباوندري كونديشن معلومة، بس الفي وان الفي تو الفي ثري، يعني النقاط هذني الحمراء والزرقاء والسوداء هذني ما معلومات. الحمراء يمثل الفي وان، الأزرق يمثل الفي تو، والأسود يمثل الفي ثري. فأوجدهن إلي، شنو قيم الفي هنا كل نقطة؟ إذا كانت هنا أربعة وهنا تسعة وهنا أربعة، فهذا إشقد هنا النقاط راح تصير؟ أنا إذا عندي السكيم، هذا يسموه سكيم، إذا عندي السكيم أنا إلى أقدر من الباوندري كونديشن أستخرج النقاط، قيم النقاط. بعد النقطة الأولى أو نسميها نوت في 1 اللي هي أحمر، راح نطبق هذا السكيم. فش راح يصير عندنا؟ الفي 1 هي نعتبرها الاي جي، يعني اللي هي بالوسط، فهي راح تاخذ اللي هي بالوسط هنا، هي راح تاخذ سالب 4. فكأنه شلون اثبت نقطة الفرجال هنا، دائما هاي النقطة تاخذ سالب 4، فصارت سالب 4 في 1. بعدين ابدي يعني استكمل هذني، تروح كاونتر كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز، تاخذ هذني الارقام مو مشكله، المهم تاخذ كلهن. فاخذنا احنا سالب 4 للفي 1، انتبه هنا على هاي الجهه السفليه ايش قد؟ 4، فكانه 1 في 4، فكتبنا هنا 4. واضح؟ فخلصنا من، شوف انت على السكيم، خلصنا من هذا الأسفل، نروح على هذا الجهة اليمنى أيضا 1، فهي 1 في في 2. يعني إذا جبنا هذا السكيم ثبتناه هنا، راح يكون الفي 2 هي بمكان هنا الواحد، فنكتب الفي 2 هنا. بعدين نصعد لهنا، من نصعد لهنا طبعا هاي الفي 3 ما تدخل، تدخل الازرق هنا. الفي 2 هنا هي نفس الفي 2 هنا، قلنا اللون الازرق كلها فيه 2، فصار فيه 2 مره ثانيه الفي 2. بعدين نزلنا صارت 4، انتهى. فاخذنا هنا الاربعه والفي 2 والفي 2 هنا والاربعه، واخذنا هذا سالب 4، فاخذنا هذا الدايموند، يعني هذا الشكل المعيني اللي اخذناه طبقا لهذا السكيم، وتساوي صفر، لان ال H2 اذا ضربتها في الصفر تصير صفر. فكملت عندنا هاي المعادلة، سنبسطها ال V2 وال V2 يصير 2 V2 سالب 4، تبقى كما هي الأربعة والأربعة 8، ننقلها للجهة ما بعد اليساوي يصير سالب 8، فصار عندنا معادلة رقم 1 بها المتغيرات في 1 وفي 2. نطبق نفس هذا الكلام على الفي 2 نفسه، فن يعني نثبت كأنه الفرجال هنا أو التمركز، نقطة التمركز هنا اللي هي راح تكون سالب 4 في 2. وبعدين ناخذ هنا التسعة، هنا الأحمر، الأحمر شنو؟ في 1، بعدين هذا الأسود في 3، بعدين الأحمر مرة ثانية في 1، فصار عندنا سالب في 2، تسعة في 1 في 3 في 1، نقول تسعة زائد في 1 زائد كذا زائد كذا،
صار عندنا هاي المعادلة، نبسطها راح نحصل على معادلة رقم 2. واضح؟ هذا تشوفون شلون الباوندري كونديشن تدخل بالمعادلة، لأن هي معرفة فراح تعطينا سهولة نستخرج البقية. النقطة الأخيرة اللي هي في 3 نعتبرها هي نقطة السورس أو النود اللي بالوسط، فهي تكون سالب في 3، سالب 4 في 3. وهنا كل المحيط المعين كلها أزرق، فكان 1 2 3 4 كلها هي في 2. فنقول 4 في 2، بعد ما يحتاج تضرب، نحتاج تجمع في 2 بلس في 2 بلس في 2 بلس في 2 كلها 4 في 2. فهاي معادلة رقم 3. فنشوف هنا في 1 وفي 2 مجهولات، هنا نفس الحالة بلس في 3 وهنا ثلاث متغيرات، ثلاث معادلات تنحل. أحاول أحلها بالجاوس إليمينيشن، جوردن جاوس إليمينيشن، أو بالكالكوليتر. إذا ما طالب ما عندك الديتيلز تقدر تستخدم الكالكوليتر، حاسب اليدوية ثواني تقدر تستخرج قيمة الفي 1 والفي 2 والفي 3. فصار عندنا هسه النقاط هاي معلومة بدلالة الباوندري كونديشن وبدلالة الجفرنينج كويشن. الجفرنينج كويشن كلش مهمة، والباوندري كونديشن أيضا مهمة. استخدمنا هذا النيوميريكال سكيم لإيجاد النقاط اللي بالداخل.